هيئة الطرق والمواصلات توظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمة حافلات المواصلات ورفع كفاءتها التشغيلية، ويسهم مركز متابعة أداء الحافلات في تقليل استهلاك الوقود والأعطال بما يتراوح من 5 إلى 10%. تعمل شرطة دبي وفقاً للخطة الاستشرافية للإدارة العامة للموارد البشرية 2021-2030 والمنبثقة من التوجيهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي، وتتمثل أبرز برامجها في رقمنة جميع عمليات الموارد البشرية والعمل على دراسة التنبؤ في خطط القوة العاملة، إلى جانب تطوير البرامج القائمة وتحويلها إلى تطبيقات ذكية، ومنها برامج الاختيار والتوظيف وبرنامج الحوافز كفو ومنصة إيفاد الخاصة بطلبة الجامعات والمبتعثين. أكدت بلدية مدينة دبا الحصن سعيها الدائم إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة وتطوير البنية التحتية لأنظمة الري وإعادة زراعة بعض الأشجار وتبديلها التي تأثرت بفعل الرياح وزيادة مساحات الورود الموسمية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. عالم الميتافيرس يعزز مكانة الإمارات مركزا مثاليا للأعمال عالميا.